بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنشوف دلوقتي تسطيب برنامج أوتوكاد 2014. برنامج أوتوكاد 2014 فيه منه نسختين، واحدة لـ 32 بت ويندوز نوع 32 بت، واحدة لو 64. طيب عشان تعرف الأول ويندوز بتاعك هو أنهي واحد في الاتنين، هتيجي هنا عند الكمبيوتر تدوس كليك يمين بروجريس، تلاقي مكتوب عندك في السيستم تايب هو 32 ولا 64، وهتسطب اللي زي الجهاز بتاعك. احنا هنا مثلا 32، هنسطب 32 اهو، هندوس عليه يقول لك extract مش اوكي، هيبتدي هو يفك الضغط ونبتدي بعد كده عملية التسطيب. بعد ما فك الضغط هيبدأ يحمل ويبدأ عملية التسطيب. المشكلة الوحيدة بس اللي ممكن تقابلنا واحنا بنسطب برنامج الأوتوكاد إنه ما يبقاش عندنا فريم ورك على الجهاز. فريم ورك ده برنامج صغير كده بينزل مع الويندوز، لو مش موجود تعمل حاجة من الاتنين، يا تفتح جوجل وتنزله، يا إما تكتب دوت نت فريم ورك كده على جوجل هتلاقي فيه فايلات كلها صغيرة كده نزلها كلها وعيد التسطيب تاني، يا إما تشغل النت وتعيد التسطيب من الأول وهو لوحده البرنامج هيبتدي ينزل الفريم ورك ويسطبه عادي. التسطيب ده طبعا بياخد وقت طويل، فأنا هنخلص لحد الآخر بعد كده نرجع نكمل. بعد ما نخلص تحميل لحد الآخر ندوس فينش، تلاقي برنامج أوتوكاد 2014 نزل عندنا. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، خطوة الكراك. عشان أبتدي أعمل الكراك لازم أعمل حاجتين الأول. أول حاجة هفصل النت، تاني حاجة لازم أوقف الأنتي فايروس. تيجي من هنا كده على حسب نوع الأنتي فايروس اللي عندك هتوقف. بالنسبة لي عندي نوت، هنيجي هنا كليك يمين ديسيبل، غالبا أغلب الأنتي فايروس بتوقف بنفس الطريقة، وأجي هنا أقول له أي وقت كده يقول له أوكي، كده وقف الأنتي فايروس. بعد كده هنيجي نشغل الكراك. فين الكراك؟ هو ده. هنيجي هنا ندوس كليك يمين واقول له اكستراكت هير، هذه الكراك. وهاجي هنا على 32 زي نوع الجهاز بتاعي بقى، سواء 32 او 64، كليك يمين اكستراكت هير. تمام كده. بعد كده هاجي افتح برنامج الاوتوكاد، اجي هنا اقول له اكتب، هيطلب مني ان انا ادخل السيريال نمبر، اجيبه منين؟ الاقيه هنا، اخد الرقم ده كده وثلاث ستات في الاول، وبعدين الرقم ده هدخل اول ثلاث ستات من الكيبورد، وبعدين ادخل الرقم ده. بعد كده البرودكت ايه اهو، اخد كوبي كنترول وسي، بعد كده كنترول و في، بقول له نيكست، بقول له هنا ريكويست اكتيفيت كود يوزنج اوف لاين ميثود، ادوس نيكست. وبعدين المفروض هنا هيظهر لي مكان ادخل فيه الاكتيفيت كود. طب لو ما ظهرليش زي كده ادوس كلوز، هيفتح البرنامج ترايل، هقفله وادخل واعمل عيد تاني نفس الخطوات، واقفله اهو واعيد تاني نفس الخطوات اللي عملتها. لو ما ظهرتليش على طول على الأماكن اللي بحط فيها الكود بقول له أكتف، أدخل تاني نفس الكلام ثلاث ستات، واخدين الكود ده كوبي، هاخد هنا أهو وهنا وهنا نكست. تمام، هادي هنا كده هي ظهرت I have activated from Autodesk. ما دام ظهرت كده يبقى خلاص. أجي بقى على الريكوست كود ده هاخده كوبي، وبعدين نفتح الكراك، افتح كليك يمين واقول له run as administrator وادوس يس.
بعد كده 5 سنين كده تحط الأخبار بس، تاني لايسنس اكتب كده تمت عملية الكراك. هنيجي بقى لآخر خطوة، آخر حاجة هنعملها. أول حاجة من هنا عشان أحول الشكل اللي عندي ده للأوتوكاد كلاسيك، هاجي على علامة الترس أدوس عليها وأختار أوتوكاد كلاسيك. تمام، بعد كده أظبط بس شوية حاجات صغيرة في الأوبشن قبل ما أبتدي. أجي هنا أقول أوبشن و بي إنتر. إيه اللي هعمله؟ هاجي من قائمة ديسبلاي هنا أوبن أند سيف، سيف أز، مكتوب هنا أوتوكاد 2013، لأ أنا هخليه أوتوكاد 2000. ليه؟ عشان البرنامج لما يجي يحفظ الملفات بتاعته يحفظها بصيغة قديمة، فبالتالي أي إصدار للبرنامج الأوتوكاد يقدر يشغلها على طول. تمام، والأوتوماتيك سيف هشغلها، أتأكد إنها شغالة. طيب هاجي هعمل إيه تاني؟ هاجي هنا في User Preference هغير ده، هلغي الشورت كات. تمام، بعد كده الدرافتنج هنكبر شوية الروت سناب وهنكبر الشكل ده، وبعد كده السليكشن هنكبر علامة السليكت دي شوية والعلامة دي شوية. تمام، وبعد كده هاجي أول حاجة في ديسبلاي هخلي الخمسة دي 8، وأقول له أبلاي. تمام، وبعد كده هقفل البرنامج. هاجي بعد كده أدخل الخطوط، هاجي الخطوط أهي أعملها إكستراكت. وهاخد الخطوط اللي عندي أدخلها على البرنامج، هي الخطوط دي هاخدها كوبي وأدخلها على البرنامج. أدخلها إزاي؟ هاجي من هنا سكريبت يمين بروبرتيز أوبن فايل لوكيشن واختار فون اول حاجة خالص فون فون تست اهي وادخل عليه وادوس اسم انسخ اقول له ريبليس فايل اوكي كده دخلت الخطوط بتاعتي. تمام كده كده كنا عرفنا ازاي نسطر البرنامج وازاي نعمل شغل الكراك ونضيف الخطوط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي نسطب برنامج ساب 2000 فيرجن 16. ده الفايل اللي انا مديهولك، تخش على بروجرام تلاقي البرامج اللي هنشتغل عليها في الكورس CSI كولوم والاوفيس 2010 والساب والاوتوكاد. بالنسبة لبرنامج الوينر ده عشان لو معندكش الفك الضغط عشان البرامج كلها مضغوطة فهتسطبه في الاول. بعد كده النت فريم ورك احيانا بيبقى الويندوز نازل مش كامل، فلما تيجي تسطب اي برنامج من برامج الساب او الكاد يطلب منك الفريم ورك فهتسطبه الاول. طيب بعدين نفتح نسطب برنامج الساب كلوز. ده البرنامج والساند بوكس دوت اللي هو الكراك بتاعه. نفتح برنامج الساب بدأ يفك الضغط. بعد كده نيكست اي اكسبت نيكست 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 انستول، هيبتدي بقى يحمل لحد الاخر. لو انت ما عندكش نت فريم ورك هتلاقيه يحمل لحد الاخر، بعد كده بدأ يرجع تاني فتسطب النت فريم ورك، بعد كده ترجع تعيد ستيب الساب تاني وهيشتغل ان شاء الله.
بعد كده هنيجي هنا ندوس اوكي. فينش ده على الديسك توب نلاقي ان البرنامج نزل. بعد كده نيجي لخطوة الكراك، نفتح كراك بعد كده نقول اكستراكت تو، نختار المكان يكون ديسك توب، اوكي نقفل، ناخد الملف كوبي ونيجي عند البرنامج بس كليك يمين بروبرتيز اوبن فايل لوكيشن بس ونحط بس نحط البرنامج نقول كوبي اند ريبليس بس عشان عملته قبل كده مش هعمل. ادي البرنامج دوس كانسل فتح البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي بعد كده لتثبيت برنامج اوفيس 2010 كده اوفيس 2010 وهنزل تحت نختار سيت اب بعد كده يس اكسبت كونتوني نستور نيم. هيبتدي بقى يحمل لحد الاخر بعد كده ندوس كلوز. او كده نزل برنامج الاوفيس. ادي برامج الاوفيس. هنيجي تاني خطوة خطوة الكراك، نفتح الملف اوفيس كراك ندوس عليه كده يس. هاجي هنا اختار مايكروسوفت اوفيس 2010 بعد كده هدوس على ايزد اكتيفيتور. في الاخر قال لك اوفيس 2010 و سكسسفلي اكتيف. كلوز كلوز كده يكون خلص تثبيت برنامج الاوفيس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله دلوقتي هنشوف تثبيت برنامج سيف 2014. هنيجي على الملف المضغوط هنا وندوس عليه بعدين ندوس على البرنامج. ده البرنامج وده الكراك بتاعه. هنسطب الأول البرنامج هيبتدي يفك الضغط. ندوس يس. هيبتدي يحمل. هنسيبه يحمل لحد الآخر. ندوس هنا نيكست اي اكسبت نيكست 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 انستول. هيبتدي يحمل لحد الاخر. البرنامج ما بيحتاجش غير ان هو يكون موجود على جهاز الفريم ورك. لو الفريم ورك مش موجود هننزله من على جوجل، نلاقيها ملفات صغيرة كده هننزلها كلها ونعيد تثبيت البرنامج من الأول. خلص بس ننتظر لحد ما يخلص تحميل.
بعدين هيظهر لنا هنا تحت كده، ندوس عليها وندوس اوكي. اوكي كمل تحميل لحد الاخر، والملف نزل على سطح المكتبة. هستنى لحد ما يخلص خالص وندوس فينيش. بعد كده نبتدي في خطوة الكراك. قبل ما نبتدي في خطوة الكراك لازم اتأكد ان النت مفصول وان الانتي فيروس مفصول. هفصل الانتي فيروس على حسب بقى نوع الانتي فيروس اللي عندي. هوقف، هاجي هنا في النود، هدوس كليك يمين واقول له ديسيبل بليز اي وقت بقى انتل نيكست ريستارت. اوكي بعد كده هاجي على الكراك واعمل له اكستراكت ديسكتوب مثلا. اوكي نزل لنا ملف الكراك هنا اهو، برضه هنعمل له اكستراكت. كليك يمين واكستراكت هير عشان نفك الضغط. نزل لنا ملف الكراك اهو، تمام. نيجي نسطبه، ندخل عليه ونفتح الملف بتاع الكراك. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا على ملف بتاع السيف 2014، هندوس كليك يمين بروبرتيز اوبن فايل لوكيشن، وهجيب سي اس اي لايسنينج، وهنا اللايسنس ريكويست بتاعها، وهعمل كوبي من اول النجمه لحد اخر رقم عندي، من اول النجمه لحد اخر رقم عندي، وكنترول وسي كوبي، تمام. طيب وبعد كده هفتح الكراك وادوس على الشكل اللي فوق هنا تحت ده، اللي فوق ده بكليك. بعد كده من اديت واقول له بس. الكراك ده بالمناسبة مش بيعمل بس مش بيكرك بس برنامج السيف 2014، بيكرك الإيتاب 13 و12 والساب 2000 فيرجن 16 والسيف نفس بالظبط. طريقة الكراك دي وطريقة التسطيب هي نفس تسطيب برنامج الإيتاب 2015. ندخل كده نلاقي عمل لنا ملف تحت كده، هناخد الملف ده كوبي. بعد ما دوست انتر وحمل الشاشه السوداء دي ظهر لي الملف ده، هاخده كوبي وهاجي هنا في الاوبن فايل لوكيشن واحط كنترول و في كونتينيو. نزل الملف كده، خلصنا خطوه الكراك. هنيجي بقى نفتح السيف 2014 هيشتغل معانا على طول. وبكده تكون خلصت مرحلة تسطيب برنامج السيف 2014. بإذن الله ابتداء من المرة الجاية هنبتدي نشرح البرنامج خطوة خطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنشوف تسطيب برنامج سي اس اي كولا. قبل ما نبتدي في تسطيب البرنامج لازم نفصل النت، نتأكد ان احنا موقفين الانتي فيروس. بعد كده هنيجي على ملف البرنامج، دوس كليك يمين اكستراكت هير عشان بعدين نفتح الملف، نجيب انستول ونبتدي نسطبه من اوتو ران. ندوس على انستول سي اس اي كولا، بعد كده كونتينيو انستول، بعدين انستول ايس، هيبتدي يحمل، بعدين نيكست اي اكسل، نيكست نكست نكست انستول، سيبه يحمل لحد الاخر. كده يكون خلصت عملية التحميل. نيجي بعد كده الخطوة الكريم، هنيجي على ملف الكراك ده ونفتحه. بعد كده نيجي على الملف بتاع البرنامج، كليك يمين بروبرتيز اوبن فايل لوكيشن، وننزل تحت على ملف ده. بعدين كليك يمين ران ادمنستريتور بيس، وهننسخ الاربع حروف دول من اول حرف، من اول رقم واحد لحد الاخر. صغر ده كده وصغر ده،
نفتح كراك وهنفتح الملف بتاع الكراك والملف التاني، وهناخد الأربع حروف دول هنكتبهم، واحد بعدين اف أربعة اف خمسة، وندوس انتر. هيطلع لنا هنا الملف التاني الخاص بالكراك، ناخد الملف الأكوبي اوبن فايل لوكيشن ونحطه هنا كنترول و في، قول له ريبليس كونتيني. تمام كده تكون تمت عمليه الكريب، وهشتغل الملف البرنامج على طول باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.